السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبتنا الأعزاء طلبة الصف الخامس، أهلا وسهلا بكم في رياض ومدارس جامعة الزرقاء. اليوم سوف نتحدث عن الدرس 30 من كتاب التربية الإسلامية بعنوان صلاة العيد. انظر إلى هذه الصورة، ماذا ترى؟ ساحة يؤدوا المسلمون فيها صلاة العيد. أكيد كلكم ذهبتوا مع والديكم لصلاة العيد وشاهدتم هذه المناظر. إن شاء الله تعالى اللهم أعد علينا شهر رمضان وأتم علينا النعم، ويأتي العيد ونحن في أيام سعيدة وأيام يرفع الله تعالى عنا هذه الأمراض وهذا البلاء. افتح كتابك صفحة 120. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم ولأهل المدينة يومان يلعبون فيهما في الجاهلية، فقال: قدمت عليكم ولكم يومان تلعبون فيهما في الجاهلية، وقد أبدلكم الله بهما خيرا منهما، يوم النحر ويوم الفطر. يا خامس، للمسلمين عيدان، ما هما؟ عيد الفطر وعيد الأضحى. يوم النحر وهو يوم عيد الأضحى. ما حكم صلاة العيد أو ما الحكمة منها؟ حكم صلاة العيد يا خامس سنة مؤكدة، أي أكد النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة العيد وواظب على فعلها. السنة المؤكدة هي السنة التي واظب على فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وتؤدى تقربا لله تعالى وتعظيما لعبادة الصيام وعبادة الحج وفرحا به. ما وقت صلاة العيد؟ متى يصلي المسلمون صلاة العيد؟ يبدأ وقت صلاة العيد من بعد طلوع شمس يوم العيد بثلث ساعة تقريبا، وينتهي قبل صلاة الظهر بقليل. إذن وقت صلاة العيد بعد طلوع الشمس أي يوم؟ يوم العيد، لما تطلع الشمس يوم العيد بثلث ساعة تقريبا يبدأ وقت صلاة العيد وينتهي قبل صلاة الظهر بقليل. علل. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام العيدين. لماذا يحرم على المسلمين صيام أيام الأعياد؟ لماذا لا يجوز الصيام يوم العيد؟ لأن يوم العيد هو يوم فرح، يوم يفرح فيه المسلم بقبول عبادته التي سبقت ذلك اليوم. الأعياد عيد الفطر وعيد الأضحى يسبقهما طاعة. يسبق عيد الفطر صيام شهر رمضان وهي طاعة وعبادة لله تعالى، ويسبق عيد الأضحى الحج، موسم الحج الذي يحج فيه المسلمون. فإذا كان رمضان فالعيد يفصل بين الصيام في رمضان ويوم العيد، فلا بد أن يفطر المسلم في ذلك اليوم لإظهار البهجة والفرح والسرور. وإن كان شهر الحج فالعيد فيه، لا بد من الذكر وأداء باقي العبادات التي تجب على الحاج، ويلزم بذلك أن يكون نشيطا وقويا. فإن صام في ذلك اليوم يضعف بدنه. الحاج بيكون عليه في أعمال يوم العيد، فبيكون عنده أعمال حتى يكون نشيطا وقويا، فعليه أن يفطر. فلهذا السبب نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم العيدين.
نعدد سنن قبل صلاة العيد. قبل أن نذهب إلى صلاة العيد، ماذا يفعل المسلم؟ ماذا تفعلون يا خامس قبل الذهاب إلى صلاة العيد؟ أولا الاغتسال والتطيب، أن تغتسل وتتطيب، ترش العطر، لبس الجميل من الثياب، تلبس أجمل الثياب، الإكثار من التكبير في الطريق إلى المصلى، أي إلى المكان الذي تذهب لتصلي فيه. أيضا أكل بعض التمرات قبل الخروج لصلاة العيد، أي عيد، عيد الفطر، لأن عيد الفطر يكون بعد صيام، فيستحب للمسلم قبل الذهاب لأداء صلاة العيد الفطر أن يأكل بعض التمر أو الحلو. الآن لماذا أعلل لماذا يفضل أداء صلاة العيد في الساحات العامة أو خارج المدينة؟ لماذا؟ ليجتمع أكبر عدد من المسلمين ويشهدوا الصلاة. الآن كيف نصلي صلاة العيد؟ وضح كيفية أداء صلاة العيد. صلاة العيد ركعتان من غير آذان ولا إقامة. ما بنسمع أذان الأذان لصلاة العيد ولا في إقامة صلاة، نسمع تكبيرات العيد. يكبر الإمام في الركعة الأولى 7 تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام، أي يكبر تكبيرة الإحرام عندما ينوي الصلاة، ثم يكبر بعدها 7 تكبيرات، هذا في الركعة الأولى. في الركعة الثانية يكبر 5 تكبيرات عدا تكبيرة القيام، عندما يسجد في الركعة يكبر تكبيرة الإحرام ثم يكبر 7 تكبيرات، ثم يأتي بالركعة الثانية، وعند القيام من الركعة الأولى يكبر تكبيرة القيام ثم يكبر 5 تكبيرات، وبعد الانتهاء من الصلاة يخطب الإمام في الناس خطبة كخطبة صلاة الجمعة. خطبة، وانتو يعني خامس ما شاء الله عليكم أكيد كلياتكم تعرفوا خطبة صلاة العيد. الآن ما الفرق بين صلاة الجمعة وصلاة العيد؟ في صلاة الجمعة وقت الخطبة قبل الصلاة، أما في صلاة العيد وقت الخطبة بعد أداء الصلاة. التكبيرات في صلاة الجمعة في الركعة الأولى والثانية هي تكبيرة الإحرام فقط، أما في صلاة العيدين تكبيرة القيام في الثانية، أما في صلاة العيد فهي 7 تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام في الأولى، و5 تكبيرات في الثانية غير تكبيرة الإحرام. إذن الاختلاف بين صلاة العيد وصلاة الجمعة، أولا في وقت الخطبة، ثانيا في عدد التكبيرات. الخطبة في صلاة الجمعة قبل الصلاة، أما في صلاة العيد الخطبة بعد الصلاة. التكبيرات في صلاة العيد، التكبيرات في الركعة الأولى تكون 7 تكبيرات غير تكبيرات الإحرام، وفي الركعة الثانية 5 تكبيرات غير تكبيرة القيام. أما في صلاة الجمعة هي تكبيرة الإحرام وتكبيرة القيام فقط. إلى هنا ننهي كتاب التربية الإسلامية للصف الخامس. تم بحمد الله تعالى، وكل عام وأنتم بخير.